طيب السؤال الأول قال لي أجد المحددة، طبعا أعطيك مصفوفة من السايد 3×3 وتجيب المحددة، يعني أكثر من طريقة تحلها، حل الطرق أنك تجي تقول موجب سالب موجب، اختار مثلا الصف الأول، أوكي أخذ العنصر اللي في الصف الأول ده واحذف الصف والعمود اللي عنده، اكتب العنصر طبعا اضربه في الإشارة اللي فوق، سالب موجب سالب 5، بعدين احذف الصف والعمود، بعدين اجي ايش بقي عندي، اقوم بضرب ذا في ذا، 2×1 بـ2، بعدين ناقص طبس القانون 4×1 بـ4، حلو، بعدين بنفس الطريقة اجي للعنصر الثاني لين صدفة طلع عندي صفر، هنا صفر في اي حاجه بصفر، ما حاجه نكتب الصفر خلاص، بعدين اجي اخذ العنصر الثالث هذا اللي في الصف الاول اضربه في الموجب سالب موجب بسالب 1، بعدين احذف الصف والعمود اللي فيه، هنا ايش كان الرقم، الرقم كان هنا دقيقه اشوف بس وين راح، انا كان في رقم هنا مع هذا اتمسح، واحد اوكي احذف الصف والعمود، ما انسى ناخذ الرقم طبعا اضربه في الاشاره اللي فوق سالب 1، بعدين افتح قوس اضرب 1×4 بـ4، هذا ناقص ثابت، 2×3 سالب 6، خلاص ابسط انتبه الاشارات، سالب 5 بعدين سالب مع سالب موجب هنا 2×4 6، عندكم سالب 1 هذا هو، بعدين سالب مع سالب موجب 4×6 10، أضرب سالب 5×6 سالب 30، ناقص 1×10 يعطيك كم، سالب 10، سالب 30 ناقص يعطيك الجواب سالب 40، أوكي بأي طريقة تحسب محدد من أخذتها في الجبر الخطي. طيب السؤال الثاني قال لك أوجد حل النظام باستخدام الجاوس اليمين، الجاوس اليمين إيش، إنه هذا قطر الرئيس الحظ باللون الرصاصي أخليه واحد وما تحته أصفار، فوق القطر الرئيسي ما يهمني دونت كير، النجوم هذه معناتها دونت كير إيش الرقم اللي يكون ما يهمني. طيب هذا النظام أول شيء هذا يكون معطى جيفن، أحول هذا النظام الخطي إلى مصفوفة، لاحظوا معايا مصفوفة طبعا هنا 3×3 وحط اللي خط كده على اليمين، هذا هو عمود إيش اللي هو الأرقام اليمين المساواة، واخذ المعاملات، معامل اكس طبعا هذا عمود اكس هذا واي هذا زد، عمود الاكس اخذ معاملاتهم، لاحظوا 1 و2 هنا ما في اكس 0، الواي في المعادله الاولى بـ1 وهنا 0، هنا 3 انتبهوا هنا الواي، هنا معامل الزد بـ1 هنا بـ1 هنا بـ1، حلو، بعدين ابدا اجي اشوف الواحد هذه هنا تمام هو 1، لو ما كان 1 احاول اخليه 1، أبا أخلي الاثنين ده بصفر كيف؟ طبعا هذا R1 العمود الصف الأول ده والصف الثاني، وهذا R3، أقوم بإجراء عملية الصف، أقول أضرب الصف الأول في -2 وأجمع عليه الصف الثاني عشان أبغى أصفر هذا اللي حاطون عليه هذا الاثنين، والناتج تكون الصف الثاني، بمعنى آخر الصف الأول والثالث تبقون كما هو، دائما إلى بعد علامة الجمع الصف ينكتب بعد علامة الجمع ولا ايش يتغير فقط، فالصف الاول والثالث ما تغير، لاحظوا الصف الثاني تغير، خلاص بسيط هذه العملية، بعدين اجي لاحظوا انه هنا تحت الواحد اصفار خلاص تمام، اجي الان بخلي هذا القطر الرئيسي ده، طبعا هذا القطر الرئيسي اللي سنشوف القطر الرئيسي هذا هو، بعد اقول مصعب طيب هذا العمود، هذا العمود تحت هنا او اليمين الخط هذا، هذا الكونستانت، فايش اسوي الان هنا، بخلي السالب 2 خليها 1 قسم على -2، الصف الثاني كله تغير، شوفوا طبعا الصفر ما حيأثر، هنا 1 وهنا -3×-2 يعطيك 3×2، و-6 قسم -2 يعطيني كم، 3، مظبوط. طيب اجي الان هنا بخلي لتحت الواحد هذا اللي هنا تحته بخليه 0، كيف اخلي الثلاثة هذه صفر؟ اوكي باستخدام ايش؟ عمليات على باستخدام الواحد ده اللي فوق، اضرب الصف الثاني في -3 واجمع عليه الصف الثالث، والناتج اكتبه في الصف الثالث،
زي الجبر الخطي، معناته الصف الأول والثاني نزلوا زي ما هم، شوفوا الصف الثالث تغير، لما أضرب الصف الثاني في سالب 3 ما هذا حيبقى صفر، هذا حيصير صفر، وده لما أضرب سالب 3 في 3 سالب 9 على 2 زائد 1 يعطيك سالب 7 على 2، وسالب 3 في 3 يعطيك سالب 9 زائد 2 سالب 7. حلو. طيب الآن هذا القطر الرئيسي، باقي أخلي إيش؟ هذا السالب 7 على 2 أخليه 1، كيف؟ أضربه في مقلوبه في سالب 2، أضرب الصف الثالث في سالب 2 على 7، والناس ينكتف في الصف الثالث، معنى الصف الأول والثاني يبقى زي ما هو، هذا صفر ده صفر ده يصير واحد، لما أضرب سالب 2 على 7 في سالب 7، سالب مع سالب يصير موجب، ها سالب 2 على 7 سالب 7، طبعا السالب يروح مع السالب، 7 مع 7 يبقى الجواب عندكم 2. خلاص هذا عمود اكس، هذا عمود واي، هذا عمود زد، ابدا من تحت لفوق. حاجه اقول زد واحد، زد في واحد بزد يساوي 2، يعني زد تساوي 2. اجي في الصف الثاني اعوض عن الزد ب 2، 0 اكس زائد 1 واي زائد 2 في 3 على 2، لانه هنا الزد هذا معامل الزد، ركزوا، اما قيمه الزد 2، شايفين؟ تروح الاثنين مع اثنين، اودي الثلاثة هناك، اذن الواي تساوي كم؟ صفر. اخذ قيمة الزد والواي اللي هي اثنين وصفر، عوضين في الصف الاول، اكس في واحد يعني اكس زائد الواي بصفر زائد الزد هي كم؟ اثنين في واحد، انتبهوا، لانه هذا معامل، هذا معامل الزد، وهذا قيمة الزد، لا تلخبطوا. خلاص يعني 2 في 1 ب 2 تريح هناك، يصير 5 ناقص 2 3، اذا قيمه الاكس تساوي 3. اذا حل النظام هذا اكس تساوي 3 واي بصفر والزد، تبي تتاكد عوض بالقيم هذه فين؟ في النظام الخطي هذا، حيطلع معاكم 5 و4 و2. طيب السؤال بايسكشن ميثود شرحتها باستفاضه، لازم يعطيك معادله ويعطيك قيمه الاكس لور صفر والاكس الابر بواحد، واعطاك الايرور ايبسلون، يقول لك انت تبي توقف اذا كان نسبة الخطا اقل من ايش؟ 1%. طيب خطوات الحل، اوجد الاكس ار الميد بوينت، اعوض بقيمة الاكس ار في المعادلة وبالاكس لور في المعادلة، واهتم بالاشارات اذا كانوا متشابهين في الخطوة اللي بعدها، الاكس لور يساوي الاكس ار، اذا كانت اشارة اذا كانوا مختلفين بالاشارة من هم اف اكس لور واف اكس الار هي ميد بوينت، اذا كانوا مختلفين في الخطوه اللي بعدها الاكس العلويه الاكس ار تساوي الاكس ار. طبعا ما انسى الاير، كيف اجيبه؟ قيمه المطلقه الاكس نيو ناقص اكس اولد على الاكس نيو اللي هي تبع الميد بوينت في 100. طيب تسوي جدول اسهل شيء، اول شيء عمود اكس لور بعدين اكس ابر اكس ار اف اكس لور اف اكس ار، الاشاره هذه ما تهمني الابسلون، انا اكون عارف انا بس كاتبها يعني. طيب الاكس لور معطيني صفر والاكس ابر واحد، اعوض طبعا الاكس ار كيف اجيب هذه؟ كيف جات هذه؟ الميد بوينت اجمع صفر زائد واحد على اثنين صار النص، بعدين اعوض بقيمة الاكس لور هي صفر في المعادلة، صفر طبعا راح دام على سالب واحد، اوكي. طيب بعدين اخذ قيمة النص هذه الاكس ار اعوض بها في المعادلة، يطلع معي هذا المقدار. طيب انا يهمني الاشاره هذه، الاشاره الاكس في اكس لور سالب، اشاره الاف اكس ار سالب، متشابهين صح في الاشاره، ما يهمني الرقم، اذا كانوا متشابهين في الخطوه اللي بعدها، ركز في الخطوه اللي بعدها الاكس لور تساوي الاكس ار، يعني هنا اتريشن 2 الاكس لور تساوي اكس ار اللي كانت في الخطوه رقم 1، والاكس ار تنزل زي ما هي، واكرر طبعا اول خطوه ما في ايرور لانه ما عندي اولد، اكرر الخطوات، لاحظوا معي في كل سيب اطالع في الايرور. طبعا هنا 33 من 100 هل هي اكبر هل هي اقل من 1%؟ لا هذه اكبر، لاحظوا معي 14 من 100 7 من 100 3 من 100 2 من 100 1 من 100 لا نصل اتريشن رقم 8 يطلع عن جزء كم من 10 جزء 5 من 1000، ال 5 من 1000 طبعا في الـ في الـ في الـ في الارقام بعد الفواصل، الجزء من 10 هو اكبر من الجزء من 100، اوكي. فلاحظوا معايا انا عندي 0.01 قارنها مع 0.005 مين اكبر؟ ها اذا طلعت
إذا كان الإيرور أقل، هو بيقول لك إذا كان الإيرور أقل من واحد من 100 راح أوقف. فطبيعي إنه هذا الواحد من 100 أكبر، معناته الخمسة من 1000 هذه أقل من إيش الإيرور هذا، أوكي؟ فانطبق الشرط هذا، الإيرور هذا اللي طلع لي أقل من إيش 1 من 100، خلاص راح أوقف هنا. لما أوقف أخذ قيمة الإكس روت هذه، هي الروت اللي طلع. إن شاء الله الفكرة واضحة. ممكن توقف الفيديو وتأخذ سكرين شوت للحل وتقارن الحل. ممكن واحد ما يقرب الأرقام يأخذ 4 أرقام 5 أرقام تطلع له، حطلع إن شاء الله غالبا 7 8 يترجم توقف أنت غالبا. واضح؟ بالتوفيق.